الطفلة بما أنها عندها 16 سنة من مواليد فبراير 2008 اسمها روجينا عادل إقلاديوس زكي، دي 16 سنة وشهرين. زي ما حضراتكم شايفين أنا حاطة الأصفر على تاريخ ميلادها، تاريخ ميلادها فبراير 6 فبراير 2008. دي طفلة في وجهة نظر اهي 6 من فبراير عام 2008. دي طفلة في نظر القانون، في نظر مصرنا الحبيبة، في نظر وزارة الداخلية، في نظر وزارة العدل، كلها بتقول انها طفلة 16 سنة. للأسف وسامحوني لأسرتها، لأن أسرتها طلبت إن ما حدش يتكلم عنها. ليه؟ لأن الأمن وعدهم إنها هترجع في خلال يومين. طيب الكلام ده كان على فكرة من كذا يوم، وروجينا ما رجعتش حتى اللحظة دي. هل الأمن عارف طريقها ولسه متباطئ في إرجاعها، ولا مش عارف طريقها ودي تبقى عار عليكم؟ لما طفلة تبات بره بيت، وكمان مرة حدوث على كلمة حتى لو خارجة بمزاجها، في نظر القانون أنا دايما بتكلم عن الطفلة اللي هي القاصر، القاصر. وأنا أسفة لأهلها أن أنا مش هقدر أسكت وما أتكلمش عنها، أسفة جدا، لأن المفروض كانوا هم هيبقوا معايا، لكن رضخوا لوعود الداخلية انهم هيرجعوها لهم في خلال ايام او يومين زي ما قالوا، ومع ذلك ما رجعتش. فبما انها طفلة ما ينفعش انا اسكت، وبما انها طفلة فهي وزارة الداخلية هي غايبة من يوم الثلاث اللي فات، مش اول امبارح، اعتقد الثلاث اللي قبل، حتى الان ما رجعتش. ليه؟ ولو ما رجعتش دي غلطة مين؟ السؤال كمان مرة، انتوا عارفين مكانها ولا مش عارفين مكانها؟ في كلا الحالتين دي مصيبة، سواء عارفين مكانها وما رجعتش حتى الآن دي مصيبة، ولو مش عارفين مكانها مصيبة أكبر، لأن ازاي وزارة الداخلية ما تقدرش تعرف البنت دي فين؟ وخصوصا قاصر، دوسوا عليها قوي، فانتوا فين من غياب روجينا؟ ويا ترى وعودكم لاهلها ليه لم ينفذ حتى الان؟ يا ترى برضه هي جوه الاسم ومستخبيه زي حالات كتيره اتكلمنا عنها، ولا يا ترى هي متنقبه متنيله خالص كده لغايه ما تتم ال 18 وبعدين بجواز عرفي وعقد الوكيل ومش عارفه ايه اللي شرحناه قبل كده، ولا ليه؟ ليه ما رجعتش؟ ليه؟ متخفيه مش عارفين توصلوا لها، صح؟ ما ده اللي بيحصل في كل البنات، ينقبوها وما يعرفوش هي فين، ومحدش يعرف طريقها. بس اكيد انتوا عندكم طرقكم اللي تقدروا توصلوا بيها، بدليل ان انتوا وعدتوا بيومين، يومين كان المفروض تقولوا ايه؟ هنجيبها لكم. لما نوصل لها هنرجعها لكم. لما نعرف طريقها هنطلبكم ونقول لكم تعالوا. لكن انتوا حددتوا يومين، فيومين دي مفتوحه مش كده؟ روجينا يا وزاره الداخليه يا وزير الداخليه، بعض النفوس المريضه اللي داخل وزارتك لابد ان يتم تطهيرهم. يعني لو ضابط عارف طريقها وما رجعهاش على اساس اسلمتها، هو ده اللي يتضرب بيد من حديد على ايده. عشان وزاره الداخليه بالنسبه لنا حاجه كبيره جدا، حاجه حلوه جدا بنفتخر بيها. النفوس المريضه دي بقى هي اللي بتشوه الوزاره دي، وما نقدرش نرفع لكم القبعه عشان نقول لكم برافو انتوا رجعتوا روجينا تاني يوم او بعديها بكام ساعه. حتى الان ما رجعتش. أتمنى الصرخة تكون وصلت لوزير الداخلية.